بتعيش في كل باب جلدان جلداب عن المخرج محمد عبد العزيز. لا بالعكس، يعني يمكن احنا كنا متفقين في الاول ان مش هيقدمني عشان ما يتقالش ان محمد عبد العزيز هو اللي قدم كريم عبد العزيز. لا يعني كنا متفقين ان انا اشتغل لوحدي وهو يسيبني اشتغل لوحدي. الحمد لله اشتغلت لوحدي ونجحت، بس انا اتمنى اشتغل مع المخرج محمد عبد العزيز، صح؟ لكن ما اشتغلناش مع بعض عشان ما يقولوش بقى اصل والده هو اللي جابه وهو اللي فرضه. كنت حابب ان انا اشتغل اعتمد على نفسي زي ما انت عملتي، انت اعتمدتي على نفسك تماما ما اشتغلتيش مع حد، فانا كان نفسي اعمل زيك بصراحه. ما بس هي اسمها جلباب، ما فيش حاجه اسمها جلدان في مصر خالص ولا جلداب. جلداب دي في اي حته ثانيه غير مصر، فيش جلداب عندنا خالص. عند الجلبيه؟ لا عند الجلبيه جلباب. تعالي نتجوز. لا تعالي نتجوز، محدش لاقي جواز اليومين دول. اسمعي تعالي نتجوز. لا طيب خليكي براحتك خالص يا مها، مش مهم. اوكي ايه حكايه عينك اللي اعتبرتك عن التمثيل دي؟ انا عملت عمليه في عينيا وانا عندي 6 سنين بالظبط، بعد الشر عليكي طبعا. عملت فيلم. انا عندي 5 سنين وطلع 6. يبقى انا كان عندي 6 صح. عملت مثلت فيلم وانا صغير خالص اسمه المشبوه مع الاستاذ عادل امام والفنانه سعاد حسني الله يرحمها، وبعدين كتر اللمبات والنور في الاستوديو وجعت لي عينيا، فبقت عينيا على طول تدمع طول النهار، عينيا تدمع. فعملت في مصر عمليتين وما نجحوش، وسافرت بره عملت عمليه ونجحت الحمد لله، ما بقتش عينيا تدمع خلاص. انا برضو زيك، بعد مره عينيا وجعتني من النور. من النور ما لازم تاخدي بالك يا ماما، مش عجباني، مش واخده بالك من نفسك انت على فكره. الاضاءه بتبقى يعني جامده، هامله في صحتك. عايزك تاخدي بالك من نفسك لان احنا محتاجينك، فتاخدي بالك من نفسك وتنامي كويس وتصحي بدري عشان يبقى وشك حلو وانت بتسجل، ولا ايه؟ ولا ايه؟ عايزك تسالي اسئله جامده، اسئله محرجه. اسئله محرجه؟ اسئله محرجه. ما انت كل شويه تقول انت بتحرجيني يا ما، انت بتحرجيني يا ما. احرجيني بقى، لما اقول لك كده تحرجيني على طول. هحرجك ان شاء الله ما تخافش. يلا اساليني. مفيش، بصي مفيش كسوف بين الراجل ومراته، مفيش كسوف بين الراجل ومراته. المساله بتبقى طبيعيه جدا، فما تتكسفيش اسالي. اسال؟ انت مش جميل. يعني انت درست اخراج في امريكا، هو احنا ممكن نشوفك مخرج تاني؟ مخرج؟ والله بس انا ما درستش اخراج في امريكا، انا درست هنا في مصر. درست في معهد السينما قسم اخراج. واتخرجت من هنا من مصر، والاخراج انا بحبه جدا بصراحه. انا يعني انا نفسي اخرج في يوم من الايام. ما تخليك مخرج. ما انا مش عارف، انت ايه رايك؟ انا متوتر. قولي لي اخرج ولا امثل؟ مش عارف. بس الناس هتقول ده ممثل طلع مخرج، ده ممثل طلع مخرج. ده عيب جدا، عيب جدا في حقي طبعا لو ده حصل، صح؟ ولا شايفه حاجه كويسه؟ لا وحشه. انا بحب الاخراج جدا اصلي، وبعد ما خلصت دراسه في المعهد برضو المخرج برضو، ويبقى لما انت تبقى مخرج يبقى كويس. بس الناس هتقول هو مخرج كريم الممثل هيبقى مخرج، وبعد كده هيبقى ممثل ومخرج وممثل. انت هتخوتنا بقى. عك صح. انت هتخوتنا بقى صح، ممكن يبقى عك. يبقى انا ركز في حاجه واحده بس، التمثيل. لكن انا خلاص طلعت ممثل. عشان طلعت ممثل صح. بس انا بحب الاخراج على فكره جدا، نفسي اخرج، بس عايز استنى شويه بعد كده اخرج. ممكن تخرج. ممكن تخرج والناس هتعرف وخلاص. وخلاص على كده هنعمل ايه؟ الناس هتعرف ان انت خلاص خلصت، بتبقى مخرج. تبقى مخرج برضه. يعني انت تخلصي تمثيل ايه مثلا؟ اخلص انا على 33 سنه تمثيل وبعد كده اخش على الاخراج. ال 51 مثلا اخراج وارجع تاني للتمثيل. ولا كمل؟ ما انا مش عارف. قولي لا كمل. يعني قسمهم لي انت، قولي لي امتى. لا تكمل التمثيل. ايوه. ما ينفعش ترجع، ما ينفعش تفضل كده 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 كده. عك ده عك. لا يبقى انا خليه في التمثيل. انا اسف جدا. لو عايز كنت عايز تبقى مخرج ما كنتش تخش التمثيل، كنت تخش الاخراج وبعد كده خلاص. ما هو انا ما كنتش ناوي امثل، بالعكس انا درست اخراج وفجاه لقيت نفسي بحب التمثيل وعايز امثل بعد ما كنت درست الاخراج. وكان ليا ناس صحابي في المعهد قالوا لي تعالى اعمل مشاريع تخرج، افلام صغيره كده بنعملها في المعهد، فمثلت فيها. وبعد ما اتخرجت لقيت نفسي بصور اضحك صوره تطلع حلوه مع الاستاذ شريف عرفه، فاشتغلت مع مخرج كبير وسيناريست كبير، واتحطيت ان انا بقيت ممثل في منطقه كويسه،
فكملت في التمثيل، لكن انا بحب الاخراج، انا عايز اخرج لك فيلم. مش عارفه تقولي ايه بقى. ده ما ينفعش. صح برد. صح. اوعي. بصي انا هعمل اللي انت هتقولي لي عليه، لان انا باثق جدا في رايك وفي تفكيرك، وعارف ان انت فنانه كبيره ونجمه وبتعرفي تفكري صح. عشان كده انا جيت اسالك اعمل ايه، اشتغل في الاخراج ولا في التمثيل؟ انت تقولي لي.